صبورة الميدانية المغرب ما فيه والو، دابا حنا تنعولوا على السي البقالي وإلا كان شي حاجة مع الكرة الدراري هاد الشباب ديال الكرة، ماشي الآخر ما تنظنش، جيدو أو لا مثلا تنس ولا السباحة ولا داكشي ما كاينش مع كامل الأسف. علاش فشلنا؟ لأن ما كايناش واحد السياسة رياضية حقيقية. السياسة الرياضية اللي كيسن سيدنا الله ينصرو دوك الناس ما تيمشيوش على ديك الطريق، تيديروا اللي قال لهم راسو. لا بغينا نعرفوا المشكل من الأساس، يعني من التكوين ما كايناش مواكبة ديال يعني الشباب، ما كايناش اللي نعطيهم واحد يد يعني ديال المساعدة باش يقدروا أنهم يطلعوا النيفو أنهم يحترفوا، ومع ذلك كيقوموا بمجهودات كبار حتى كيتكونوا راسهم براسهم. في الأخير الجامعة يعني كتحتضنهم ولكن ما كايناش واحد المساعدات، والسبب الرئيسي نقدروا نقولوا اللي هو رئيس الجامعة ديال الألعاب القوى اللي ما عاطيش لهذا المجال واحد الاهتمام كبير بحال كرة القدم. وكنتمناو من الله انه يكونوا شي انتخابات، يكون لحقاش هذا الرئيس ديال الجامعه راه دابا راه واحد 13 ولا 14 سنه هو في نفس المنصب، يعني ما كاينينش نتائج. يعني فاش كيوصل الانسان لهذا النيفو هذا يعني خصنا نبدلو، خصنا شويه ديال التغيير، والتغيير خصو يكون جذري من الرئيس الى اصغر الاطر اللي هما في الجامعه. وكنتمناو يعني التوفيق لجميع الابطال المغاربه، وكنتمناو لهم يعني حظ موفق، ونتمناو يعني الافضل للرياضات بصفه عامه الوطنيه، حيت هي يعني كتعرف يعني بالمغرب وكتعرف يعني بالوطن، لا من ناحيه ديال السياحه لا من ناحيه ديال الاقتصاد، خاصنا نرفعوا من هذا الشيء كله. وكنتمناو ان شاء الله حظ اوفر للجميع ان شاء الله. الالعاب الاولمبيه بعدا كاين ايامات السعيد عويطه هو المتوكل، كانوا هما اللي بينوا العاب القوى في المغرب. ودابا ملي وصلت اش نقول لك، شي من تعطير الشباب، كان ديور الشباب كان واحد الوقت كان دار الشباب كتنتج، فهمتي؟ وهذاك الشيء ما بقاش دار الشباب وما بقاش العاب القوى، اكثر دابا الشباب متركز على الكره، وكره غير جمهور كان غير كيمارسها، فهمتي؟ اما العاب القوى راه كان بكري، كانوا تبارك الله كانوا عداء، تبارك الله كان السكاح، كان ابراهيم بوطيب، كان تبارك الله القروج في الاخر. دابا كاين البقالي، دابا الامل كله على البقالي دابا في هذه الالعاب الاولمبيه. احنا كنركزوا على الكره بزاف، الكره القدم هي بروميير، هي كنركزوا عليها بزاف. الجيل ديال شحال هادي ماشي يجيو دابا، كتقيم زوينه شحال هادي. كما كان سير العويطه هشام قروج نزهه، كانوا كيديو ميداليات بزاف، دابا مابقاوش.